مينيسوتا waxa lagu qabtay kulan soo dhaweyn iyo casho sharaf ah oo loogu talagalay Igraan Cabdullaahi Baasaweyne oo la taliya sare ka ah wasaaradda arimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland qaybta doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda casho sharaftan waxa soo agaasimay Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC oo ah agaasimaha hay'adda Somali Family Life Center waxa ka soo qayb galay kulankan سياسيين خلال كلا دوان كسو قبتي الصوماليا أضياشا جنع ستادا إي أقون يهندا الصوماليا دي قبل كمينيسوتا إيغو بغادي يي دولود قبليت كبودلان دورشوين كي يغدن بي يي كقبتين دقموين كقروي دنكرونيو إيه قدب جيران تاسوي هرمود كأهيد وزارد أرمها قدها إي بودلان أو إيغران أي كتاهي لتاليا سريع حفلتي عشا شرفتا هيدا لغو سود ويني إيغران عبد الله باس ويني أيا ودع دي سيدة بسم الله الرحمن الرحيم برنامج كينا عاو بلاونا برنامج كينا عاو حدارين هاي عشا شرف لو سمين هايو سود وين تا لطريها وزارة داريمها قدا دولت قولت كبوكنا إيغران عبد الله عشا شرفتا نوسو أغاسمي ولكن محمود حسن بي بي سي صومالي فاميلي لايف سنتر أنا سياسي كاترسن ان الشيخ حزبيغا ديمقراطيغا وحان كالونا لجوغ وزير هوري حلوان هوري سياسيين ودومي جاليه بودلان يو اضياشي علوماتي الاقان كا دومار كا وحارونتي انا غودان شرف وينو انا سود وينو ولاشين إكران عبد الله حسن باسوينة ورنتي أه لطليها وزارة أريمها جودها قريبة المقراضية طبعا كيسنا قدام بينا كشقيني سي تيجانا ده بدلان رنتي إكران أنا أقام بدنو ملهاين لكن رنتي وحنا أنا جرانيا فاميلي كي أكتمي وفاميلي سياسة ده يأديك بلشدة عن كوها ودن كان يمرب ولا جوجنا الدينين يبلو أدينه qofku hadii uu yahay public service wa in la soo dhaweeyo oo la qadariyo asaga iyo familkiisa iyadana runtii waxaan ku faraxsanahay inay raacday hoggaankii iyo leadershipkii hooyadii aabaheed hadaan dib ugu laabto aabaheed Cabdullaahi Xasan Baasaweyne waxa uu ahaa gudoomiyihii gobolka dawladdii 1970 ilaa iyo intii burburka uu dhacay xilal kala duwan buu soo qabtay kadibna waxa uu ahaa odayaashii dhismaha Puntland ee qaybta ka ahaa shukri salaad weerax hooyada dhashay إكران رونتي وحي أهددكي يقليلي آس آسكي بودلان سادحي طبان قف أها أو تيني كالكا رونتي لو ديارين سيدو كلا هو إداد وحي أهيد معلمين تي سوماليا وزارة دو حبرشادة حلاك اللي دوان كسوا قبطي رونتي مدكون تسلانا كشقيني زي وزارة دو حبرشادة سوماليا قبل بدان أو كامي دو سوماليا مركي بربركو ودعينا آدي ديانا دا بودلان سي مركا خبرات دي أي لحيين أي قيب ونقدان ديبوليسكا إيقلالكا بلان دقن واناكسن ويي هاد باقوفكي يمادة أو قرنكا وشاقين هيا إنان سودة وينو وناكينو وحان هذا كوش شاقا هاد دان هاي قربة شوكتا إنان أنقو دادكا كوحير لين لكن دادكو أنو حدايين oo naga dadaal badan yihiin marka taa waxaan kaga jawaabeyna inaan qofkii qaranka u shaqeynaya sida Ikraam Cabdullaahi Xasan inaan soo dhaweyno oo u sheegno inaan diyaar u nahay inaan doonayno wadankayaga hadii la yiraahdo inaan wax ka qaban إكران سيدا لأوغي هايبا داد واناكسن و عائلة واناكسنة يكتسو تشيدا و معنى له و غران كأشغيي معروفنا وحان هل كان ربائنا فرحادا يحن بليادا على قيب سودان ولا شيء إكران عبد الله حسن و نوسو بوقتي قبل كان مينيسوتا و عن كاهي قدوميه جاليادا قربجوكت بنتولان وحان ليا إكران سودا وو
وحن فيلا يا مركان إيميت إن الجوكتين ماشي اللي هذا بنتنا مردو بان كإيميت قارهان وزارة دعتك شقير السو وزارة دعريمها جذها صاحب كجحا وزير جحا رنتي شقدا عقبتين مرقاتنا وان كأهي كل جن وان أركين السيد قروح ذا بدنا أسوق جبودين دور الشذي صدّن يلحد الدقمة يكرّع ذي بنتلان مانتد وان مان وان فوت سد حديد الدقمة وجدن بيسي درات سوق جبودين رنت إن هذا هول في عنقبتين وشقة ونعكسن قبتين تاس أيا دليل عضوة رنتي وحنو جنب هذا علنا يا إكران يوسارد أرمها جودها بنتلان شقوين كي أي قبتين كسر بلاو لبكر يكوي لباتن كي إلى هاد مارك تي تدوي لات بيشان تدوي لاتن كيدي صدح لاتن كيدي للسوق قبل قبيه صدح دقمة قدام بيسي وحي إيران كم كاهي لفر بي وحي كاهي ولوليه دور شوين ك وحن فيلا هي دور شدي صدح دقمة ولا بكون يكوي لاتن كي يصدر يصدح دي دقمة إيران إنا ودي شغري ما فيلا هي سي وش غير سي يصير مارك تهوش اللو ودي ورنتي ديمقراطية ده بطلان كرد عضي markii la fiirsho ay ahayd iyadoo markii ugu horeysay ahayd 20 sano ka hor Soomaaliya doorasho laga qabto in doorashadaas runtii ahayd doorasho aan ciduna ku shuban ciduna ka dacwoon oo sida maaragtay caalamku ay aad ugu hanbaliyeen saddexdi degmo hadda u dambeysay hay'adaha caalamka iyo dawladaha caalamka ugu hanbaliyeen sida wanaagsan oo isku tashiga ah oo Puntland doorashadu uga dhacday qof walbaba qofki waajibkiisa laga helaa waa shukri weyn sida daraadeed horta intaas waa mahadsan yihiin iyo inta ajiibtay oo ka soo qayb gashay fadhigan waxa kale oo ilaahay baa mahad leh aanu mahad celinaya maxaan ku iraahdaayay gabadha ay noo timid oo maxaan ku iraahdaayay halkan aynu caawa hawsheeda u fadhina Ikraan Cabdullaahi oo hadda taariikhdeedii laga soo sheekeyay anaguna aanu awal haysanay iyada iyo dumteeda iyo faamilkeeda aabaheed iyo hooyadeed iyo meeshii ay ka timid haddeed waxa weeye ninku haduu timir beero timir baa u soo baxaysa haduu malab beerana malab baa u soo baxaya wixii fiican oo aad samaysid baa ku soo baxaya Ikraam ku soo dhawow magaaladii Soomaalinimada magaaladii dadnimada magaaladii wax qabadka waxa ku soo dhaweysay Minnesota oo dhan baa ku soo dhaweysay Minneapolis oo dhan baa ku soo dhaweysay oo sababtu maxay tahay kwalta iyo kontata aba kale jira dhaqanka baa jooga siyaasiyiinta baa jooga gudoomiyaha heba jooga mutaalimiinta baa joogta dadka muraadi laga daawanayay oo dhan baa ku soo dhaweysay waxaan lagu soo dhaweynayaa dadnimadaada iyo jacaylka بلان لو قبو وحالي روني الكبابا العدية بلان مركب أوريس وحالي لها همبليو مركب وحكتان نقول سلان برنامج كان إكش غني إهان إن إكش غني إكرانيو وبرنامج رنتي كدايشا مدن فرحاد نوعة أنا يقار أهان بكوس وحالا هيداتك أوريو بلابي قد قدور شوي أوريي وبنتنا لغا سميي وبرنامج كان بلابي إن كستو صوت داهاي لكن حلي قول بيكون لما تي إن فاضم مالك لفت جاد مركز غيب بيك أحي فاضم إبراهيم وحي هيد إن بون سنة وي هيد وريانا وي هاي إن مرك إن أنا يا إذا بقى حسوس جوني نوت هاي إكرانه هذا كشقة يسي إن الحمد لله فرحت بينوت هاي هم بلي نوت هاي إن مدك هلا إن شكري waxay ahayd gabadha kaliya oo roon lugaado xilbaan xilbaan noqotay gabdhaha reer nugaaleedkan si malaha xilbaan inala ka dhigo laakiin shukri sanad waxay ahayd gabadhii u horeysay ilaa iyo haddana xilbaanad kale reer nugaaleed ma ay soo marin Puntland intay dhisnayd waxaan isugu nimi cashadan quruxda badan inaan ku soo dhaweyno walaasheen Ikraan Baasaweyne ku soo dhawow runtii sida la sheegay Ikraan waxay ka soo jeeday qoys anaga dhan aan ku dayano
reernugaaleed baa anigu ahay indhaha ku kala qaada aderbaas weyn oo gudoomiye gobol ah iyo habar shukri oo maartay baarlamaanka noogu jirta oo mar walba rool noodal noo ahayd oo aan fiirsan jirnay marka maantana iyadii baa u shaqeynaysa dadkii yaani waaridkii gurigaas ka soo baxday oo waxay soo baratay iyo khibradii ka soo heshay adduunka kalena dalkii ku soo celisay oo maanta nooga shaqeynaysa ma sha Allah aad iyo aad baan faraxsanahay waan salaamayaa dhamaantiin madaxda uqaasha murwooyinka sida qurux badan saa ii soo dhaweyseen caawa waxa ii sii dar inaan la kulmo dhex fadhi caawa miyaabulis anaga waxay noo tahay yacni dadkan ku faarno xataa butlaannimo keliya ma aha yacni soomaali markaa dhaano meel kasta hadda waa looga faanaa xamarda noqoto waa magaaladay ka soo baxeen dadkii soo saaray inaan hor fadhiyo caawa farxad weyn ba ii tahay waana ininka mahad celinaya dhammaantiin ninku isku duuban maasha allah horta waxa weeye Puntland haddaan hadda Soomaaliya wax badan sasab meelaha kale kama sheegi karo maadaama aan ka yimid Puntland oo nala socotiin waxaan u dhacday hadda doorashada saddexda degmo marxalado badan oo kala duwan baan soo marnay alxamdulillaah madaxweynaan dooranay si dimuqraadiyad ahna saddexda degmo aan ugu dhaceen oo yacni sida hadda maayirkiiba insha allah mar dhowaasna la dooranayaa waxyaalaha hadda aniga sidoo kale aan ka shaqeeyo dimuqraadiyadnimada waxay ila tahay wadamada qurbaanka tagay aad baan ma aragtay u jeclaa inaan arko dadkayga oo maalin inta qof walba qof ku rabo uu dooranayo waan arkay alxamdulillaah waa ii suurta gashay dhammaadna waxaa iska leh madaxweynihii soo gaarsiiyey wasiirada kulli xukuumaddana maasha allah